السلام عليكم. اليوم رانا في الطريق الازدواجي اللي يربط منطقة شوفالي وبني مسوس بشراقة، وهذا الطريق اللي تم ازدواجيته في السنوات الماضية. الآن هنا رانا في ورشة نتاع أشغال نتاع إنجاز ممر سفلي كريمي هنا على هذا المستوى. إذن نلاحظ من الجهة اليمنى فيه مقر الجيش تاع بني مسوس، وهنا نلاحظ الأشغال نتاع الممر السفلي تريمي اللي راهي قيد الأشغال. والطريق هذا يستمر حتى الشراقة، وفيه عدة ممرات سفلية، وكذلك تم ازدواجه في الآونة الأخيرة الشطر اللي يقع على مستوى الشراقة باتجاه اسطاولي، وكذلك باتجاه عين بنيان. وهنا نلاحظ أشغال بالقرب من المستشفى على الجهة اليسرى، عندنا المستشفى العسكري للأمومة والطفولة. إذا ندير عقيد الأشغال هنا كما قلنا، إذا أترككم تتابعون.